أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أن أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا فيما شجر بينهم
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو اخرجوا من دياركم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله صدق الله.